وبعدين يا متر في النحس اللي احنا فيه ده، يعني نيجي نتكلم معاه نلاقيه راح المستشفى، ده ايه البلاوي دي؟ هي فعلا بلاوي. انا قريت المحضر امبارح بالليل، معمول له جنحه مرور، رخصه العربيه منتهيه، ودي مش هتطلع لما البنك يدي صاحبتها جواب تجديد عشان الاقساط اللي عليها. فدي قصه صاحبه العربيه مش قصتنا. المشكله بس في الكمبيالات اللي انت قلت لي انها واخداها عليه، فلازم نروح نكلمها انها ما تقدمهاش. هنا هيكون في شويه غرامات عليه. المشكله الكبيره بقى في الجدع اللي اتخبط، واخد تقرير طبي اكتر من 21 يوم، والتقرير بقى بيأكد ان في عاهه، وهنا يتم التراضي او الحبس، لان محارب سايق رخصه عربيه منتهيه، ورخصته هو كمان ما ينفعش يسوق بيها ميكروباص لانها رخصه خاصه مش مهنيه، وبالتالي الغلط عند محارب. وكمان اتعمل له محضر تعدي على رامي العزازي في الحجز، ودلوقتي كمان اهو اتعمل له محضر اصابه نفسه بنفسه، وفي شهود على الواقعه. يا متر في ايه اللي انت بتقوله ده؟ الراجل ده هياخد اعدام كده. انا يا ريتني ما جيت لك. خلاص لو مش عاجبك روح لمحامي تاني، هيقول لك نفس الكلام. مش هضحك عليك انا، انت بتلعب مع ناس شغلتها المرضيه. طب والعمل؟ ان شاء الله خير، هنمشيها واحده واحده. روح انت الاول لصاحبه العربيه امن عليها، وبعدين نشوف الجدع المخبوط في المستشفى.